لاعبين نادي القادسية الملكي قلبي أصفر، أنا أحب الملكي قدساوي من طلعت وأنا قدسية قدسية قدسية، لابسين الزي الأخضر العرباوي تحت شعار لا للتعصب. نصيحة إلى الأخوان العرباوية الزعيم، حبايبنا جماهير العربي، حبايبنا جماهير القادسية الملكي، باكر نبي مباراة راقية فنيا، تراكم كلكم كويتيين وكلنا نحب بعضنا البعض، وطلبتكم طلبتكم طلبة يا وتكفوني يا جماهير العربي ويا جماهير القادسية، نرفع شعار لا للتعصب لا للتعصب لا للتعصب. إن فاز العربي نبارك للعربي، وإن فاز القادسية القادسية برا الدوري نقول أهم، نبي نشوف فنيات القادسية. نادي القادسية من زمان ما شفنا، من زمان ما شفنا مباريات حلوة، فبكرة ديربي نبي نشوف مباراة راقية ونبي نشوف مباراة حلوة بعيد عن التعصب، صدق نبي الشد ونبي الأمور الحلوة في الملعب، نبي نسمع الكلام الحلو، مو هذا يسب هذا وهذه، ترى مو ديدن أهل الكويتين ولا طبيعة أهل الكويتين ولا طبيعة أهل الكويت. أتمنى منكم من القلب من القلب باكر نشوف هالهتافات الحلوة من الزعيم من جماهير الزعيم، والهتافات الحلوة من جماهير القادسية، وتحية للنادي القادسية اللي اليوم لبس الفنيلة الخضراء وهو يتدرب في نادي القادسية تحت شعار لا للتعصب، وهذه الأمور اللي ودنا نشوفها. عطول التقرير. الفترة اللي طافت هذه التعصب والشعارات وبين الجماهير كلنا أحباب، وهذا داخل المستطيل 90 دقيقة من بعدها كلنا ربع وإخوان، وهذا ليش الأمور هذه وليش توصلونا لمرحلة يعني مرحلة خطرة. فأتمنى أن باكر الجماهير تحضر، وأتمنى أن بالنص نص الملعب نص المدرج يكون القوات الخاصة على اليمين القادسية على اليمين على اليسار العربي، بس كفر الله المؤمنين نشر القتال، أمور بسيطة يعني. هذا أنا أقول لك دليل إن إحنا ما عندنا لا تعصب ولا عندنا هذا، بالعكس شيء طيب يعني. لبسنا أخضر مباراة باكر، قلت لك بالنسبة لنا إحنا مباراة ديربي بالدوري، لا عندنا تعصب ولا عندنا مشاكل ولا. جمهور قدساوي لازم بكره يحضر، واذا هو يبي الفريق يفوز لازم يدعمه بقوه، وان شاء الله راح يفوز. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه حديث الكويت والناس